عقدت أكاديمية المملكة المغربية دورة 46 لها تحت عنوان آسيا أفقا للتفكير، وذلك من أجل دراسة ومعالجة التجارب الحداثية والتنموية في الصين بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في مجموعة من القطاعات للاستفادة من التجارب الدولية وتحقيق التعاون بين الدولتين. أهداف هذه الندوة هو كما جرت العادة بالنسبة للأكاديمية هو فتح آفاق جديدة حول القارات التي لنا يعني ارتباطات معها، وكانت دورة حول إفريقيا ثم حول أمريكا اللاتينية والآن حول آسيا. وفي هذا في الواقع يعني تلاقح الأفكار بين الباحثين الصينيين والباحثين يعني المغاربة، وفتح آفاق جديدة يعني بالنسبة أولا للمغرب للاستفادة من التجارب يعني التنموية في هذه القارة، وهي تجارب عديدة وتجسدها هذه البلدان يعني الثلاث. يعني هذه الندوة سوف تناقش التبادل الثقافي أو البناء الثقافي في الصين خلال السبعين السنة الماضية. يعني التبادل الثقافي هو له أهمية كبيرة في تحقيق التقارب بين قلوب الناس، خصوصا بين قلوب الصينيين والمغاربة.